طيب، امبارح كان في فوز وانتصار تاريخي جدا لرجال سله الاهلي وبالفوز بدوري السوبر. انت بتلعب مع الاتحاد السكندري بيست اوف فايف، يعني انت بتتكلم على الخمس مباريات لازم تكسب على الاقل او تكسب ثلاث مباريات عشان تضمن الفوز بدوري السوبر. كسبت مباراه، بعد كده خسرت مباراه، كسبت المباراه الثانيه، وكانت امبارح تكسب حققت دوري السوبر. لا قدر الله لو كنت خسرت كنت هتلعب لسه مباراه ثانيه، وكانت جايه في توقيت صعب جدا، لان ثاني يوم على طول لو كنت لا قدر الله خسرت كنت هتلعب الاربع وتسافر، لان عندك في بطوله في افريقيا يوم الخميس، فبالتالي كان صعب جدا انك تفوت او تعدي مباراه امبارح من غير ما تكسب، كان لازم تخلص بسرعه الجيم. وامبارح المباراه كانت صعبه جدا لان هي الفرصه الاخيره للاتحاد السكندري. الاهلي فاز امبارح 72-70، ويعتبر كده في البيست اوف 5 يعني نتيجه 3-1 في عدد المباريات، والاهلي فاز بدوري السوبر للعام الثاني على التوالي. الفوز ده بعد اسابيع من الفوز بالكاس، وبالتالي سله الاهلي بتعيش فتره رائعه من الانتصارات والالقاب والبطولات، وده تخطيط على فكره، لان في فتره كان فريق الباسكت بيخسر وكان بيحاول وكان فيه لعيبه كويسه، بس اكيد محتاج تدعيم، محتاج التعاقد مع مدير فني يلبي طموحات النادي الاهلي. قدامكم حتى على الشاشه هو يمكن التتويج والميداليات والفوز، واللقطه الجميله امبارح كان الاحتفال بالدرع دوري السوبر على طريقه بيرسيتاو، يعني بيرسيتاو دلوقتي اصبح ايقونه للاحتفالات داخل النادي الاهلي، وده يدل على شيء، بيدل ان النادي الاهلي لحمه واحده، يعني في تكاتف كده بين جميع الالعاب، الناس كلها مرتبطه ببعض، مش الباسكت في حته والهاندبول في حته والفولي والكو، لا كله مرتبط. عشان كده في الاخر احنا بننتمي لاسم عائله الاهلي. كلمه عائله الاهلي دي لها مغزى ولها معاني كتير، اعتقد جزء من اللي ممكن يتفهم او يتشرح في لقطه امبارح، لعيب في الباسكت بيعمل احتفاليه بيرسيتاو نجم فريق الكوره، فاعتقد تفصيله مهمه جدا برضو كان لازم نوضحها لكل الساده المشاهدين. فكره الفوز بدور السوبر على فكره في حد ذاتها انت عامل انجاز كويس جدا، لان كمان عندك مباريات افريقيه وبتلعب في تصفيات الام بي اي وبتلعب في التصفيات الخاصه بالبطولات الافريقيه للسله. امبارح ايهاب امين يمكن عمل كده كره فكرتنا بالقضيه ممكن اللي حصلت في مباراه الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا نهائي 2020 لما خد الكره وشاطها، افتكر خلاص ان الوقت خلص، ولكن كان لسه في مراجعه عشان يبقى في لعبه فيها فاول هنا او هنا، واستكملت استكملوا المباراه حوالي كام ثانيه كده، لكن الاهلي قدر يكسب المباراه. فبقول لكم امبارح احنا بنتفرج، لا مش حاسين بنتفرج على فريق باسكت بعيد تمام البعد عن فكره تفاصيل الكوره، لا هي المنظومه كلها منتميه لكيان واحد. امبارح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، في وجود ايضا كمان الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اللي بنقول له بالتاكيد هارد لك، يمكن الاتحاد السكندري يعني من الناس اللي بتحب جدا لعبه كره السله، والاتحاد السكندري يمكن من الانديه المحببه جدا والجماهير الاهلي بتعشقها وبتحبها، فهارد لك لفريق الاتحاد لم يوفق في الدوري هذا الموسم وفاز النادي الاهلي صاحب الحق بالفوز بهذه البطوله. بصوا ده على فكره بقى انت بتتكلم مش درع دوري السوبر بس، لا دوري السوبر والمرتبط، انت كسبت كل حاجه الحمد لله، انت في السله انت السنه دي كسبت كل حاجه، وطبعا زي ما انتم شايفين ده الدرع بيتسلم بالتاكيد من رئيس الاتحاد المصري لكره السله مع الكابتن محمود الخطيب، والصور التذكاريه واحتفال بصراحه رائع جدا وشكل مهذب وتنظيم وبروتوكول مميز جدا في التتويج بدرع دوري السوبر بالنسبه للنادي الاهلي. بصوا بقى الاحتفاليه، بصوا الاحتفاليه دي يعني هي بقى اللي شبيهه برقصه بيرسيتاو لما بيجيب اهداف مع فريق الكوره، فعشان كده بقول لكم كده عائله الاهلي ليها يعني سيستم مختلف تماما، صعب انك تشوف التفاصيل والكواليس دي في اي حته تانية. نقطة تانية لفتت انتباهي امبارح، انا امبارح بتفرج على المباراه بدور على الكابتن خالد العوضي مش موجود، اتاري الكابتن خالد العوضي برده كان بيحضر مباراه سيدات اليد اللي كانت بتلعب مباراه في ربع نهائي كاس الكؤوس على صاله الامير عبد الله الفيصل، فبالتالي لا الناس كلها موجوده في كل الاحداث، في دعم لفريق الباسكت للرجال، في دعم لفريق الهاندبول رجال وسيدات، في دعم في جميع الالعاب. امبارح يعني فكره ان سيف سمير انت بتتكلم واخد لغايه دلوقتي 4 لقب دوري، تخطى حتى الاسطوره طارق الغنام ودي الجرحي اللي عندهم 3 القاب، يعني لا امبارح في تفاصيل كتيره جدا، عمرو الجندي مباراه كبيره، لا يعني الاهلي الحمد لله قدر يعمل مباراه كبيره جدا. مروان سرحان على فكره برضو احد الاسباب الرئيسيه
في تتويج النادي الاهلي باللقب الثاني على التوالي والسابع على مدار تاريخ النادي. يمكن مروان انضم للاهلي في بدايه الموسم السابق، ومع بدايه الموسم مروان يمكن تعرض كده لانتقادات وسوء مستوى بسبب بعض الاخفاقات في بعض المباريات، لكن في النهايه حاسبنا على النتيجه، حاسبنا على الانتصار والنتيجه في الاخر، وعمل مباراه كبيره. لا احنا لو هنتكلم على كل لاعب، لا احنا عندنا اسامي كبيره جدا. احمد الجرحي امبارح يمكن كتب تويتر وبوست جميل جدا، اولا بيهدي الدرع بطوله دوري السوبر لروح المغفور له باذن الله اسلام زكي، مشجع نادي الاتحاد السكندري اللي وفاته المنيه بعد طبعا الحادث اللي تعرضت له بعض جماهير الاتحاد السكندري في احدى المباريات هذا الموسم في احدى الصالات في مدينه السادس من اكتوبر. فبالتالي على جميع المستويات الحدث رائع، عائلي رياضي، شايفين الاحتفال، شايفين الصوره، لعبت الباسكت بس مع اولادهم مع بناتهم، الاحتفال مع الكابتن محمود الخطيب. على فكره السنه دي يا جماعه عشان تعرفوا ان في تخصص، يعني فريق الكوره والكابتن محمود الخطيب شغال مع لجنه التخطيط وشركه الكوره وقطاع الكوره، ملف النشاط الرياضي مع معالي الوزير الاستاذ عمرو فاروق اللي عمل طفره كبيره جدا بالتعاون مع اعضاء مجلس الاداره، وكمان بتتكلم على النشاط الرياضي بقياده الدينامو الكابتن خالد العوضي على طول موجود في كل الصالات، صاله الشهداء، صاله الامير عبد الله الفيصل، يطلع على صاله المدينه الرياضيه في اكتوبر، يسافر اسكندريه صاله برج العرب، ما يعني دينامو يعني موجود دايما في كل الاحداث وحاله نشاط وحيويه دايما في كل المناسبات. انت بتتكلم كمان على المهندس خالد مرتجي وزير خارجيه الاهلي والملفات المتعلقه بالاهلي مع الفيفا مع الكاف مع الاحداث مع الارتباطات الخارجيه، ملف الجماهير، لجنه كامله مشكله من سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي مع الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد سراج مع دكتور محمد شوقي، الاستاذ محمد الغزاوي رئيس اللجنه المنظمه لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد، موجود دايما مع فريق كره اليد، موجود دايما مع فريق التنس، موجود دايما في الالعاب الفرديه والجماعيه، في اهتمام بقطاع السباحه، في خليه عمل، حتى على المستوى الاجتماعي الاستاذ طارق انديل وشغله مع لجنه العضويات. أنا مش عايز أنسى حد، بس الكل بلا استثناء كل أعضاء مجلس الإدارة حتى في رئاسة البعثات لو تلاحظوا كده الفترة الأخيرة الدفع بمجموعة الشباب اللي موجودة في مجلس الإدارة. آخر رحلة سفر في تونس كان الأستاذ محمد الضماطي، كأس السوبر في الإمارات كان دكتور مهند مجدي. لا في خلية عمل، الناس بتشتغل، أنا مش بدافع أو بتكلم بس النتائج هي اللي بتقول كده. في التوقيت اللي البعض بيوجه انتقادات لازم لما يكون في نتائج وإيجابيات لازم نتكلم عليها وندي كل واحد حقه، والناس بتشتغل عشان حاجه واحده بس، تسعد جماهير النادي الاهلي، الاستقرار الاداري، الاستقرار المالي رغم الصعوبات الماليه اللي بنواجهها كلنا في العالم بسبب الظروف الاقتصاديه، مع ذلك في نتائج وفي انتصارات وفي القاب، يعني الحمد لله نمسك الخشب، لسه باقي على الموسم شهر شهرين، عندنا في الكوره دوري ابطال افريقيا، الدوري العام، ربنا يكرمنا في اللي جاي، لكن دائما وابدا هتبقى في انتصارات وافراح خلال الفتره اللي جايه لكل جماهير النادي الاهلي. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأن عندي قصة وحكاية هتعجبكم قوي، بس بعد الفاصل.